اليوم تغطية مختلفة، كراون جول في الرياض، الحدث الكبير الذي تنظمه هيئة الترفيه، على يساري ديميان المصارع مصارع دبليو دبليو اي، وايضا على يميني الاسترالية ريا ريبلي. اهلا بك، طاب يومك. طاب يومك ايضا. كيف يبدو كل شيء الى الان؟ حسنا، لقد كان الجميع مرحبون للغاية، لقد كان من الرائع المجيء الى هنا، شاهدت الأطفال وسعدت بالتعرف عليهم وقضيت وقتا ماتعا إلى جانبهم، بالفعل لقد استمتعت. هل أنت مستعدة للعرض الكبير؟ نعم، أعني أنني سأكون هناك لدعم أصحابي في هذا اليوم الكبير، وسنخرج بانتصار وأنا أكثر من جاهزة. السؤال التالي لك، ما الذي حدث اليوم؟ كان يوما رائعا، ولقد أمضينا يوما جيدا بالقرب من الأطفال وشرحنا لهم أهمية الاحترام واللطف والحب، وكانت رسالة جيدة، كان الجميع يقضون وقتا ممتعا. هل أنت مستعد للأداء؟ هل أنت مستعد للعرض الكبير؟ أوه. يا أخي، تعتقد أنني سأقول أني لست مستعدة؟ بالطبع أنا مستعد من أجل تقديم عرض رائع للجماهير الرائعة هنا، وكما قالت ريا سنخرج بانتصار. هذا رائع، هل أنا مناسب للعمل معكم؟ ماذا؟ هل تعتقد أنني جاهز للعمل معكم؟ لا أدري، هل تعتقد أنك جاهز؟ لا أتوقع ذلك. هذا هو جوابك الذي قلته. ماذا عنك؟ أنا جاهز، لكن لا أعتقد أنك مستعد. أعلم ذلك. السؤال الأخير لكما، ماذا يمكنكما أن تقولا للعشاق الذين قدموا من أجلكما؟ Oh, be ready, because Rhea Ripley, she's a menace, and I'm gonna be there with the Judgment Day, and there's gonna be shenanigans probably, because that's what we do best, because we look out for each other, because that's what friends do. We're being stars, bro. That's what we're being. That's great. And you, for your fans. To our fans, I am Damian Priest. We are the Judgment Day, and you will all rise.